السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. سعيد وشيخ جزائري يصنع الحد الداخل القطار، تابعوا معنا هذا الفيديو. الدنيا ولا بنكار، الدنيا راهي تفكر في وجوهنا، ما تتكاكاوش ولادنا، ما تتكاكاوش توما ولا كيفا؟ ها؟ ما تخافوش ربي توما ولا كيفا؟ ما تخافوش غدوة إن شاء الله عذاب القبر هذاك اللي يستنى فينا، ما تخافوش جهنم أوليد، تستنى فينا شوف الحطام والويل والويلات والسعير والصقر وجهنم وعكر. قلب بعدها بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا، شوف ربك يحبنا، قالك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم من النار، نار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أكون في غفلة كبيرة يا رجل، راكم أكثر من الجاهلية يا وليدي، على أكثر من الجاهلية، خاص تعرفوا كلش متعمدين. احنا برك ربي عذبنا أكثر من قريش يا رجل، خاصنا عندنا كلش، عندنا المصحف، عندنا الكتب، عندنا العلماء، عندنا الفقهاء، عندنا، ورانا متعمدين ونقلدوا في النصارى. القوري يندب عليك يا وزمك، القوري يندب عليك، لو كان يصيب يمحق من فوق الأرض يا وزمك، يا كيكرهك كيف راك تقلد فيه؟ وعليك السلام وليد، وعليك السلام يا بنتي، نهاركم مبارك ان شاء الله. راحت يا راجل راحت، هملت هملت وراحت يا باتريك يا قدو حب يولي باتريك وسحب تولي جوزيفين يا حي على يمه، وانتم داخلين محافظه بركو كيما ذاك ما كانت تطيح حتى كنت راقد في لاكرونفوس. اسمع هذه وليدي، هذاك ما حبيت نكرط لك في القدرو كاع، حبيت نرمي روحي من فوق القنطره. انا راقد من هناك في لاكرونفوس، وز واحد زوج قطوط هكا مقابليني من هنا، وتسبنا طالعين السراول مانيش عارف وهذوك شعرهم هكا والماكياج طالعين يتمشوا قوة الشتا، جاو يجرو باه يتخباو من الشتا، داروا هكا صابونين، من داروا هكا واحد القطوطة راحوا يجرو من جهة القطوطة، القطوطة كي شافوهم جايين يجرو هربوا، واحد راح من واحد راح من، وواحد فيهم ضربته طروفين، وحدة فيهم واش تقولوا لي فيه؟ أنا نورمالمون مرا مسلمة تاوعنا إنسانة تاع تقول لك يا حوجي يا ستار يا وختي هكا يقولوا ياك نسى. يا واش قاتلها وليدي؟ اوه ماي جود، ريغار سي بوتي شا، اوه ماي جود، وانا نتقمني يا عواوي صلي على النبي، دوك تطلع يداك وتضربي محمصة بالحليب، كيف هذا اوه ماي جود؟ بركة قولي يا ستار قولي يا ربي، ومن بعد قلت لها اوه ماي جود مذكورة في الأسماء الحسنى، اتقوا ربي يا ناس، حبيتوا تولوا صارا بالسيف، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف الجوري لا يلبس عبايتك وليدي، هذيك كيسيون دو برانسيب، عطي دراهمي صوالحي، قلت له صح الجوري قبل ما يخرج هذا الساكوش، انت وين كنت تدير كوارتك ودراهمك وتليفونك وفاتحك؟ قال لي في جيبي، كم ديرهم في جيبك؟ انا تقلدت بالجوري، سبحان الله العظيم. وإذا زاد السؤال حتى ينقلب إلى بد، أي عندك الورقة وليدي ولا ما عندكش؟ فجالي؟ أنا الفراسي وسرقوني البارح وليدي، هذو عباد، هذو عباد الله يفتح عليك، يا ياك صدق خس هكا مرمي في الحشيش مغطي هكا بالكربون وهذا، عرب اللي عنده مولاه يبات برا. انت كيما تدي وتخلي خوك كيما تبرر الفن وتقول انا مسلم يا راجل، ما ناش على الصواب، ما ناش على صواب وليدي. وقلنا شوف اول ما زد ابنها الرسول صلى الله عليه وسلم بيوت الله ما غلقتش 14 قرن و42 سنه، من اول ما زد ابنها الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد قباء انا اللي هجر للمدينه حتى ل 2019 ربي غلق كاع بيوتو في الكره الارضيه. قلت علاه؟ بعدنا على الاخ، تخلينا على الامانه اللي خلاها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. خلينا على الامانه وقلدنا الكفار وليدي. ربي غضب علينا، غلق بيوتو. والله راه الزاد هذيك هذا الموت شويه.